فخرج يونس وأشار إلى سفينة في البحر فأقلته، فركب السفينة بين هذه الأمواج العاتية، وإذا بالسفينة خلال هذه الرحلة تثقل عليهم، فقام بعضهم برمي الأغراض من خارج السفينة إلى البحر، لكن السفينة ما زالت ثقيلة. فكانت المشورة أنه لابد أن نضحي بواحد منا حتى يخف الحمل عن هذه السفينة. فما كان منهم إلا أن يقترعوا، صنعوا قرآن، فجاء في القرآن يونس أنه لابد أن يضحوا بيونس عليه السلام. أعاد القرعة مرة ثانية وإذا بالقرعة يونس، أعادوها ثالثة وإذا بالقرعة تخرج على يونس عليه السلام. وهي حكمة من الله، هي حكمة من الله جل في علاه. فقذفوا يونس في البحر فالتقمه الحوت، فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل من جلده شيئا وألا يكسر من عظمه شيئا. فنزل يونس عليه السلام في بطن الحوت، ونزل الحوت إلى قاع البحر، فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى في قاع البحر، سمع صوت تسبيح الحصى في قاع البحر. حينها فنادى في الظلمات ليس وباء ولا فيروس، هو داخل بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: ما كان ليونس في بطن الحوت صلاة، يعني يونس ما صلى، ما كان ليونس في بطن الحوت صلاة، ولكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فوجده في الشدة. أيها الأحبة، يا من تتابعون الأخبار ساعة بساعة، يا من تتابعون العواجل ساعة بساعة، ما كان ليونس في بطن الحوت صلاة، وإنما قدم عملا صالحا في الرخاء حتى ينقذنا الله من هذا الوباء. أنبحث عن الأعمال الصالحة تحت وبين رفوف قضايا المحاكم في هذا الوباء، نبحث عن أعمالنا الصالحة في صلاة الفجر التي كانت تئن وتبكي وتصرخ قبل هذا الوباء وبعد هذا الوباء. هل لنا أعمال صالحة في الرخاء قدمناها؟ والبنوك كانت تفتح أبوابها للربا، والربا عندنا كشرب الماء، والربا في أوطاننا وفي بلادنا كشرب الماء. عملا صالحا قدمه في الرخاء فوجده في الشدة، حتى أنه لما نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قالت الملائكة؟ قالت: يا رب، صوت نعرفه من عبد نعرفه، يا رب صوت نعرفه من عبد نعرفه. فقال الله جل في علاه: هذا صوت عبد يونس، فلولا أن كان من المسبحين.
للبث في بطنه. أحبتي، قال الله أنه كان ليونس عليه السلام قبل أن يلتقمه الحوت أنه كان من المسبحين، فلما عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. واليوم الأخبار تنادي والعواجل تصرخ أيها العالم أنقذونا، والعرب يصرخون والعرب يبكون أن أنقذونا من هذه الشدة التي قتلت مئات الآلاف. ماذا قدمنا لله في الرخاء؟ أجيبوني، أليس القتل والدمار في بلادنا؟ أليس المسلم يقتل أخوه المسلم بدم بارد؟ أليست نيران الفتن لم تطفأ حتى اللحظة في بلادنا؟ أليس أكل حق الميراث وأكل مال اليتيم في بلادنا حدث ولا حرج؟ ثم ننادي من؟ ننادي الغرب أن تعالوا لنا بلقاح، تعالوا لنا بلقاح كي تعالجوا لنا هذا الوباء. وقد أنزل الله لنا اللقاح في كتابه قبل أن يحل الوباء، لكننا ما استمعنا، ما استمعنا. ننادي ونصرخ الربا، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، يا ناس الزنا الذي في الشوارع، النساء العرايا في الشوارع، والناس لا تسمع ولا ترى. تظنون من الغرب سينقذنا؟ هؤلاء الذين علمونا أو قالوا أنهم صعدوا إلى القمر، اليوم عادوا ليبحثوا في القرآن عن معنى الطهارة، عادوا إلى نقطة البداية. الذين صعدوا إلى القمر عادوا ليتعلموا معنى الطهارة وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، عادوا إليه. وما زال المسلم حتى اليوم ظالما، سبحان الله، حتى في ظل هذا الوباء، حتى في ظل هذه الكارثة التي حلت بنا، الغرب فتح المستشفيات المجانية وأطباء يعملون تطوعا بالمجان وتوزع الكمامات في بلاد أوروبا مجانا، ونحن في بلادنا أول ما جاء هذا الوباء حدث ولا حرج عن أسعار الكمامات. ليسوا بمسلمين ولم يغلوا الأسعار، ولم يصبح ثمن الكمامات مضاعف عشرات المرات، وإنما توزع في أوروبا الغير مسلمة هذه الكمامات مجانا، والتجار في بلادنا ورجال الأعمال في بلادنا بدل أن يفتحوا أموالهم، وبدل الناس في الصيدليات وفي المستشفيات أن يكون المسلم للمسلم كالجسد الواحد، وإذا بغلاء الأسعار حدث ولا حرج. هل خفنا من كورونا ولم نخف من الله؟ سبحان الله، فائر الصغير لا يرى بالعين المجردة أخافنا، وشعوب ظلمت لم تخف من الله سبحانه وتعالى. وكم والله يحزنني هذا الزمان ونحن نرى مساجد بلا مصلين، وأذان بلا إقامة، ومنابر بلا خطباء. ما أشد حزننا هذا اليوم والمساجد في الوطن العربي خالية، المساجد في وطننا العربي خالية. ماذا صنعنا نحن كي يطردنا
أذل الله من المساجد؟ ماذا صنعنا كي يضمدنا الله؟ البارحة رأينا أبواب المسجد النبوي وهم يغلقونها، ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد النبوي؟ أخبروني ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد الحرام؟ أخبروني أيها الناس ماذا صنعنا حتى يطردنا الله